السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم كي نديرو نخدمو هاد البروش بالحجيرات وكذلك ورق الجيلاتين. بروش كيجي روعة روعة، سوا في الرومي سوا في البلدي. انا اختاريت نلصقو في فيست كوستيوم عندي في النواغ، سامبل ما فيها حتى شي حاجه، وقلت نبدل الشكل ديالها. واختاريت هاد الالوان، اختاريت الغوص، غوص كلير والموف فونسي. يعني اختاريت دو كولور كلير والديغرادي ديالو يعني فونسي. وكذلك استعملت لي زيستخاط. وقبل ما نبدي في طريقه العمل نتاع هاد البروش، نتمنى ديروا لي اعجاب وكذلك تابوناو للماشين وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. غنحتاج حجيرات على هاد الشكل، على شكل سنتر، هما كبار. غادي نحتاج 7 الحجيرات، 4 فلون و3 فلون. انا اختاريت 4 في الغوص، غوص كلير، و3 في الموف، موف فونسي. غادي نحتاج لي زيستخات، اختاريتهم في الدوغي بحال الحديده تاع الحجيرات. وغادي نحتاج هاد السلسله، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وكذلك غادي نحتاج ورق الجيلاتين. اول حاجه غادي ناخذ ورق الجيلاتين ديالي، وغادي ناخذ الحجيرات. غادي نبدي باللي عندي فيهم 4 الحجرات، وغادي نحطهم هكا. غادي نحطهم تقريبا غير شويه مايلين، ما غاديش نجيبهم نيشان ولكن ميلهم غير شويه. واللي حداها كذلك غادي نحطها بحالها كما كتشوفوا، مايله غير شويه ما ميلتهاش بزاف. دابا غادي ناخد الموف، غادي نديرها هنا في الوسط ونحاول ما نميلهاش بزاف. وعاوتاني دابا ناخذ الغوص، وفي الاخر غادي ناخذ الموف اللي بقات لي. دي يجينا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا. تقدروا تخليو الزواقة غير هكا. انا غادي نزيد لها لي زيستخا، غادي ناخذ لي زيستخا ديالي وغادي نعبر على حسب العرض اللي عندي هنا، وغادي نقطع ونلصق. غادي ناخذ على حسب العرض ولكن ناقص واحد شويه. غادي ندير لهم نحاول نلصقها مزيان باش تجي مستقيمه مزيان هكا. هذا بالنسبه للسطر الاول. غادي نزيد سطر ثاني. بالنسبه لعدد السطور نتاع لي زيستخات، نتوما كتختاروا عدد السطور اللي بغيتو. انا غادي ندير واحد 3 سطور. خصكم تجيبوا الحجيرات حدا بعضياتهم. وقبل ما غادي نزيد السطر الثالث، غادي نجيب هاد السلسله اللي عندي اختاريتها في الدوغي، لقاش خدامه ديجا بحجاري دوغي
عندهم الحديده ديالهم ضوغي ولا جوست خاص ضوغي. غادي نجيبها نديرها هنا في الحجره هنا الثانيه هكا كما كتشوفوا. وغادي نختار الهار كيفاش بغيتها تكون طويله. كذلك من الجهه الثانيه غادي نديرها في الحجره الثانيه هكا. ودابا غادي نمشي نزيد السطر الثالث، غادي نزيدو فوق هذيك السلسله ديالي باش نكون متاكده انها لصقت لي مزيان. غادي يجينا المنظر ديالها كتشوفوا. دابا في الجناب غادي ندير لازستخات في الجناب هكا عليها. قلت لكم ما تجيبوهاش عبر نيشان، لازستخات في العرض ما تجيبوهمش كاع عبر الحجرات كامل، باش غير الحجرات هما اللي تزيدوا واحد السطر في الجنب. دي نحاول نجيب حجره حتى حجره هكا كما كتشوفوا. وغادي هكا انا بغيتها تجيني بحال هكا. غادي ناخذ العبار ديالي اللصقه الثاني هذه من هذا الشيء هكا كما كتشوفوا. تقدروا تزيدوا سطر هنا في الوسط نتاع لازستخات هكا تجيبوه يجي غير صغير، وتقدروا ما ديروهش. تقدروا كذلك تجيبوا السطر نتاع لازستخات هنا من الجنب هاد السطر. انا السلسله ديالي درتها بديتها في الحجره الثانيه باش الحجره الاولى غادي ندير فيها لازستخات باش يجيوني جوج سطور تاع لازستخات عاد يجي في وسطهم ديك يجي في وسطهم داك السطر نتاع السلسله. غادي دابا ناخذ هاد خاصها تكون صغيره انا هاد السطر اللي درت فيه هاد السلسله. تقدروا نتوما ما ديروش السلسله، ديروه غير لازستخات، خدموا غير لازستخات. هكا كما كتشوفوا غادي يجي المنظر ديالها سطر. درت ثلاثه سطور تاع لازستخات بديتهم هنا كما كتشوفوا. في الحجره الثانيه هي اللي درت فيها هاد السلسله عاد درت السطر الثالث باش لازستخات ديالي يجيو لاصقين على السلسله كما كتشوفوا منا، ونكون متاكده انها هذه ما تطيحليش. وفي الجناب زدت سطر هذا نتاع لازستخات اللي هابط لي، وهنا زدت لازستخات باش يجيو عاوتاني هابطين لي. وغادي يجي الشكل بحال هكا. دابا غادي نقطعها وغادي نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ودابا كملت البروش ديالي كما كتشوفوا، عطي واحد المنظر روعه روعه روعه. الحجر كيبري عطي واحد المنظر واو. انا غادي نلصقها في فيست نتاع كوستيم كما كتشوفوا عندي سامبل باش نبدل الشكل ديالها. غادي
ندير لها هاد البروش هنا كما كتشوفوا. هاد البروش تقدروا ديروه مثلا جلابه، بالنسبه للجلابه تقدروا ديروا زوج، وحده هنا وحده هنا. بالنسبه للرومي انا نفضل ندير غير وحده باش ما يجيش داك الشيء شارجي. انا غادي نلصقها بالليبره والخيط صراحه. بحال هكا صوالح نتاع اللي كيكون بالجيلاتين ونبغي نلصقو في الرومي. صراحه كنبغي نلصقو بالليبره والخيط باش الا ما عجبنيش ولا يكون يعني بامكاني نحيدو. حقاش الا بديت نلصق بالجيلاتين ما لصق بالحديد من الضربه الاولى، راه الى لصق ما كاينش تراجع، يعني ما يكونش بامكاني نحيدها. لهذا كنفضل اللصق بالليبره والخيط. نشوف المنظر واش يعني هو هذاك يعني عاجبني، ابخي عاد نحددها بالحديد. دابا غادي نلصقها عادي بالليبره والخيط، وغادي نلصق شويه مايله، وغادي نفوت الخيط في هاد التقيبات اللي كيكونوا عندنا في الحجيرات، ونخيطها هكا عادي. بالنسبه للالوان تقدروا تستعملوا اي لون، انا استعملت الغوز والديغادي ديالو، الديغادي فونسي ديالو. نتوما تقدروا تستعملوا مثلا الفير او فير فونسي، البلو مثلا بلو كلير مع بلو رويال، ولا بلو نوي. نتوما تختاروا الالوان كما بغيتوا. انا دابا غادي نكمل تلصقها على لافيست ديالي، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا من بعد ما كملت تثبيت البروش ديالي على لافيست بالليبره والخيط، نقدر نفوت عليه الحديد ونقدر لا. بحال انا ما غاديش نفوت عليه الحديد باش الا شي نهار بانت لي نبدل الزواقه نقدر نبدلها، ولكن الا فوت عليه الحديد صايي كار يلصق البروش تاع الجيلاتين على الكتان ما كيوليش يتقرع، وكيجي منظره النهائي بحال هكا كما كتشوفوا. كيجي روعه روعه، الحجاره كيبقاو عاطين واحد البغيونس ما كيضرب فيهم الضوء، وهو والبروش كامل كيعطي واحد لو شارم زين على الكسوه. كي قلت لكم تقدروا ديروا هذا الموديل سوا في البلدي سوا في الرومي. مثلا في البلدي تقدروا تاخذوا جوج بروشات وديروا واحد هنا من الفوق شويه واحد من التحت، ولا تقدروا ديروا غير واحد كما بغيتوا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى اللي ما دارليش جيم يدير لي جيم ويتابونا ويفعل زر الجرس باش ديما يوصل له الجديد ديالي، والى حلقات جايه ان شاء الله. باي باي.